بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين. وأما بعد، في الحقيقة شرف عظيم أن أتواجد بينكم بالتنسيق مع الكنيسة المصرية العتيقة العريقة، ووجود أبونا يوليوس الأسقف العام للكنيسة، وكوكب من الحضور من مجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعلماء الفكر، ورؤساء أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، ندشن خطوة في طريق الخير وهي سالم جميع الناس. هذا المؤتمر الذي يعقد بشراكة بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف ليحقق مفهوم المواطنة المتكافئة، يحقق مفهوم أن الناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، ليبين ويبرز قيمة السماح السلام في الأديان السماوية. ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور أن هناك ثمة دين سماوي يدعو إلى العنف أو يدعو إلى القطيع أو يدعو إلى الاختلاف، بل جميع الأديان جاءت متممة ومكملة لبعضها البعض. ولولا المسيحية ما كان الإسلام، لأنها هي التي بشرت بهذا الدين، ونبيه عيسى عليه السلام هو الذي بشر بنبيه يأتي من بعد اسمه أحمد. فلذلك أيها الإخوة، فلا غرض أن يكون السلام هو ديدن هذه الأمة، ولنا تجربة رائدة في مصر، دين السلام على أرض مصر التي استقبلت الديانات السماوية الثلاث التي كانت لها معالم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعمق فكر أصحاب المصريين الموجودين على هذه الأرض، رغم التيارات التي جاءت وافدة ولم تكن وفق فطرة البشرية، فلذلك رفضها المجتمع المسلم بين عشية وضحاها، لم يتقبلها، لأن الشعب ولأن المصريين من الممكن أن يتقبلوا ويتعايشوا مع الظلم، لكنهم لا يمكن أبدا أن يتعايشوا مع جور الأديان أو المتحدين لصفة الأديان، وهم أبعد ما يكون من ذلك. فلذلك ديننا دين السلام، والله يدعو إلى دار السلام، وفي الآخرة الجنة اسمها السلام، وفي الدنيا تحيتهم يوم يلقونه سلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال السلام عليكم فقد حصل على 30 درجة، لأنه بدأ السلام. ونحن في وزارة الأوقاف عندما أخرجنا كتاب حماية الكنائس واجب ديني ووطني، مستلهمين ذلك من قول الحق تبارك وتعالى: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. مستلهمين من ذلك لأننا نعرف تماما أن الأديان جاءت لتعبيد الناس في الله عز وجل. وإنني لأذكر طرفة أسوقها إليكم لتبرز أننا شعب فطري. عندما وأنا في صغر سني ونعومة أطفالي، وكنت أرافق والدتي في الأقصر في بلدي، وكانت أمي تسير مع امرأة رايحين السوق يتسوقوا، فلما يعني أمي عايزة تقسم بشيء عظيم جلل،
فاول ما شافت الكنيسه، وكانت اول حاجه في الكنيسه هي في ناحيه الاقصر، وكان جوارها المعهد الديني اللي بندرس فيه، لكن كنا لسه ما كناش معهد كنا صغار. وانا اذكر قبل العاشره من سني وانا ارافقها في الطريق، فلما حبت تحلف راحت وقفت قدام الكنيسه وراحت شالت الطرح من على راسها وكشفت راسها وقلت لها وحياه بيت ربنا ده ما عملت او ما سويت، انا مش فاهم القصه كانت ايه، لكن بتقول لها وحياه بيت ربنا ده، وكشفت راسها عشان كان ربنا يتقبل منها، ورغم انها اميه لم تدرس ولا تعرف اي شيء، ولكن الفطره ساقتها انه ده بيت رب، بيت الرب ده اللي بيعبدوا فيه الله عز وجل، ده اللي بيصلوا فيه، فعرفت انه ده بيت ربنا. من يومها وانا ايقنت ان الكنائس هي بيوت الله، دور عباده يتعبد فيها الى الله عز وجل، لا يمكن ابدا ان يرتكب فيها معصيه، لا يمكن ابدا ان يرتكب فيها جور، لا يمكن ابدا ان يدخلها الا المتطهرين الأنقياء الأصفياء الأتقياء الذين يترددون على بيوت الله سواء كانت كنائس أو مساجد. فلذلك عندما أخرجنا في وزارة أوقاف الكتاب وهو حماية الكنائس، كان واجب وطني وديني. عندما قال البابا شنودة كلمته المشهورة، يعني ماذا ما يستفيد الوطن بدون ما يستفيد الناس عندما تكون لديهم كنائس بلا وطن، ولكن وطن بلا كنائس بالنسبة له كان أفضل من كنائس بلا وطن. ولذلك في هذا المضمار أيضا أخرجنا كتاب في وزارة الأوقاف بدل الكليات الخمس إلى الكليات الست، ووضعنا كلمة ووضعنا إحدى هذه الكليات وهي الوطن. الكليات الخمس هي الدين، الإسلام جاء ليحافظ على الدين، على العقل، على النفس، على المال، على النسل. كليات خمس، فوضعنا الكليات الست، وضعنا إليها إضافة وهي الوطن، ويأتي الوطن بعد الدين. لماذا؟ لأنه عندما دارت الحروب والمطاحنات والمشاحنات في دول بجوارنا مثل سوريا، مثل العراق، مثل اليمن، مثل ليبيا، عندما ضاع الوطن لم تبقى نفس، ولم يبقى مال، ولم يبقى عرض، وربما لم يبقى دين، لأن الناس فرت من البلاد. فلو كان الدين فقط دون الوطن لأصبح معلقا في الهواء الطلق، ولا يمكن أبدا يستقيم دين دون أن يكون هناك وطن. فلذلك كان الوطن هو أحد الكليات الست، وهو أحد مقاصد الدين الست التي ينبغي أن تحافظ عليها. ولذلك عندما يقول إذا جاء عدو إلى بلد فكان لزاما على أهل هذه البلد، رجالها ونسائها وأطفالها وصبيانها وبناتها وعجائزها وشيوخها ومريضها وصحيحها، أن يخرجوا ويهفوا هفة رجل واحد ليدافعوا عن دينهم حتى ولو فنوا جميعا. فبالتالي الدين الذي يحث على أن تفنى مقابل أي شيء أن يبقى الوطن. فلو كان الدين فحسب بلا وطن، ولو كان الوطن مهمشا وغير ضروري لقال لك فر بدينك وانفذ بجدك أفضل، لكن بيقول وحتى ولو فنوا جميعا. لماذا؟ لأن المفتدى به ليس بأعز من المفتدى، لأن المفتدى هو الوطن والمفتدى به هو النفس. ولذلك نقول أيها الإخوة في المؤتمر هذا سالموا جميع الناس، نحن يد في يد. وأذكر وأختم بهذه، عندما جاءني وفد من العراق للقائنا، ونحن نعرف أن نسبة أرض العراق من المسلمين ما بين الشيعة ومسلمين وسنة نسبة عالية جدا، تكاد تكون أكثر من 95% من الشعب، ولكن المطاحنات والمشاحنات والعراق بينهم دائم. فجاءني وفد من العراق فقال لي نحن
نريد أن نعرف تجربة مصر في كيف نحن أصحاب دين واحد، ولكن المذهبية أكلتنا، وأصبح الشيعي لا يضيق السني، والسني لا يضيق الشيعي، وأنتم في مصر ديانة مسيحية وديانة إسلامية، والإسلام يقطنون في عمارة واحدة، وربما شقة المسلم أمام شقة المسيحي. كيف وصلتم إلى هذا؟ حقيقة تجربة تحتاج إلى دراسة، وتحتاج إلى تجربة نقل هذه التجربة من أجل أبناء الدين الواحد أن يتعايشوا. فكيف وصل في مصر أنه من الريادة لمصر، ومن القوة لمصر، ومن صحة الفهم لمصر أن يتعايشوا؟ لأنهم يعلمون أن الأديان خرجت من مشكات واحدة وليست متفرقة، ولكن الهدف منها هو إصلاح البشرية وربط الناس بالله وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فلا يمكن أن تقام علاقة على غير سلم ولا مسالمة. ولا أكل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.